اليوم رح نحكي عن هيدا الضوء اللي بيعقد Aperture Amaran 60X. خلونا نبلش. ضوء كتير بيعقد، صغير قوي، وفينا نحطه بحيلا شنطة. عالم التصوير كتير عم بيتطور يوم عن يوم. الكل رايح هلأ للإضاءة يلي هي وزن خفيف، شكلها صغير، في اوبشنز كتيرة، ولون الضوء فيها بيتغير، يعني فيها كلفن. وانا من فترة عم نبش على نوع اضاءة يكون فيه باونز ماونت كرمال اقدر احط انا حيلا بيوتي ديش اما سوفت بوكس عليه. اول شيء خلونا نشوف شو فيه بالبوكس. اول شيء البوكس معمول من فوم، بذكرني بشنطة الدرون وشنطة الرونن الار اس 1. شكلها كتير مهضوم وكتير مرتبة إذا بدنا نحملها نخدها معنا على التصوير. تعالوا نشوف شو فيه بقلبها. واو، رح بلش أول شي بالبادي. صغير، وزنه خفيف، والهيئة فيه كتير فيتشرز رح نتعرف عليهم مع بعض. هون عنا الريفلكتر، هون عنا ديفيوزر، اوكي هون المانيوال تعوله اكيد رح يبدون. هون عنا اوكي، هون رح يركب السبيغوت، اوكي هالشكل تنشد وهيدي تركب البادي. وهون في شيء كتير لذيذ انه هون نحن فينا نحط مثلا امبريلا اما سوفت بوكس، حيلا شي فينا نسبته هون. كتير مرتبة. عنا هون باور كابل، بس يعني تقريبا هيدا كل شي بالبوكس. اول شي خلينا نشيل هيدا البروتكتر، بدي اكبس هون وابرمها تطلع. رح دوره، هاي اول مرة بدوره. واو، الحلو فيه انه فيه كولينج سيستم، يعني هون في مروحه. اوكي نشوف الفيتشرز اللي فيه. اول شيء الدمر، هو الدمر تعوله من 100 اوكي لل اذا بكبس كبسه بنط 20 وحده. وعندنا الكلفن من 2700 ل 6500. اوكي فينا نغير الكلفن تبعه من اصفر لا ازرق. بيجي مع التلتينج ماونت، تركب هون بهذا الشكل. فينا نحطه هون على حيلا ستاند اضاءة، وفينا كمان نحطه بحيلا شمسية امبريلا، اوكي حيلا مثل بهذا الشكل وبتثبت. هذا الشيء كتير لذيذ. وبالباونز ماونت فينا نركب الريفلكتر اللي اجى معه بهذا الشكل، اوكي بيركب هيك. هيدا الرفلكتر بيساعدنا انه نحنا يعطينا ضوء قوى، بيكون سبوت اكتر. وبلاس في شي لذيذ انه في له ديفيوزر، بيجي معه ديفيوزر فيني بهذا الشكل. لكو شو لذيذ. كمان الماونت اللي موجود هون فينا نحط حيلا سوفت بوكس، بيوتي ديش، اوكتا بوكس، حيلا شيء فينا نركبهم. كمان فينا نوصل للضوء عن طريق البلوتوث بابليكيشن اسمها سي دي سلينك، وتفتح لنا بهذا الشكل. وفينا نعمل فول كنترول على الضوء. اول شيء فينا نتحكم بالكلفن اللي شايفين ازرق لاصفر، بلس فينا نتحكم بالانتنسيتي تبع الضوء، فيتو قويت للماكسيموم، او فينا نختار واحد من 9 افكتس موجودة فيه اللي هن فاير، باباراتزي، فاير ووركس، فولتي بولب، لايتنينج، تي في،
pulsing, strobe, explosion, fire. اوكي واحد من هولي وفينا بحيالة طريقة بس نعمل start وبيبلش دغري الشغل. فينا نقول paparazzi مثلا start, fireworks start, fireworks, lightning مثلا. فينا كمان نقول cooler, natural, pulsing. كل شيء فينا نتحكم فيه عن طريق الابليكيشن. فينا نفوت على جهل نحط سي تي بي, نحط سي تي او, ننقش الرقم, مجرد ما حطينا بيمشي. شيء جدا رائع. وهيدا كان كل شيء لليوم. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. باي.